بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور الوجود بذكره ووعد الذاكرين بمزيد ثوابه وفضله وأجره. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره من جميع الذنوب ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الذاكرين وقدوة الشاكرين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا يا عباد الله أن كثيرا من الناس في هذا الزمان يشتكون من قساوة القلوب وضيق الصدر ومن القلق وكثرة الهم والحزن والاضطراب في حياتهم، فلا يشعرون بطمأنينة ولا باستقرار ولا بهدوء في بيوتهم ولا في أعمالهم ولا في حياتهم الخاصة والعامة. واعلموا أن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الإعراض عن ذكر الله عز وجل، الغفلة عن ذكر الله تعالى، والاشتغال بغيره عنه سبحانه يؤدي إلى ذلك. وهذا ما أخبرنا به القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن الهدى ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فمن يعرض عن ذكر الله تعالى ويصيبه العشاء عن ذكر الله يقيض له شيطان يلازمه ويصده عن الله تعالى وعن الخير. ويقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في ضنك وضيق، حتى لو كان يعيش في القصور أو أعالي الدور أو معه الأموال أو معه ما معه من متاع الدنيا الفانية، فما دام في شغل عن ذكر الله وبعيدا عن التشرف بذكر اسم الله فإنه يعيش في الضنك، يشعر بأن قلبه ضيق وبأنه لا يستطيع أن يعيش في هذه الراحة، في هذه الحياة براحة وسكينة. وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم أن مما يسعى إليه الشيطان الاستحواذ على الإنسان حتى ينسيه ذكر الله،
فإذا نسي ذكر الله كان من حزب الشيطان. يقول الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن هنا أيها الإخوة الكرام تدركون أهمية ذكر الله تعالى في حياتنا، وتدركون السر في أمر الله عز وجل لنا بذكره، بل بالإكثار من ذكره. يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لم يقل الله عز وجل: فاذكروني أجازيكم، أو فاذكروني أعطيكم، وإنما قال: فاذكروني أذكركم. فإذا تعرض العبد الضعيف وأجرى اسم الله الكريم على لسانه نال الشرف العظيم بأن يذكره الله عز وجل. وإذا ذكرك الله فإنما يذكرك بالرحمة والمغفرة والتوفيق والتسديد وسلامة القلب وطمأنينة الحياة والسعادة فيها. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. في هذا الحديث الكريم يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم تربص الشيطان بالإنسان، وأنه يريد منه أن ينام على الغفلة وأن يستيقظ على الغفلة. فإذا انتبه الإنسان لمكائد الشيطان فكان أول ما يقوله بعد استيقاظه ذكر الله، ثم يتوضأ بذكر الله، ثم يصلي ويذكر الله، انحلت عقد الشيطان التي ربطها على الإنسان. أما إذا استيقظ بغير ذكر وغفل عن الصلاة وعن الوضوء فإن الشيطان يفرح به ويأوي إليه، لأنه صار من حزبه الذين يستكثر بهم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول الشيطان لآخر: كيف لك بمن هدي وكفي ووقي؟ كلمات بسيطة يستشعرها الواحد منا ويتعهدها عند خروجه من بيته، ينال بها أن يحفظ من الشيطان ومن وسوسته وكيده، أن يقول عند خروجه: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات البسيطة ثوابها أن يقال له: كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإن دخل بيته ولم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإن لم يذكر الله على طعامه
قال أدركتم المبيت والعشاء. انظروا كيف تتربص الشياطين بالإنسان وتأوي إلى البيوت الخالية من ذكر الله عز وجل، وما أكثر البيوت الخالية من ذكر الله في هذا الزمان. يدخل الرجل إلى بيته فلا يذكر الله تعالى عند دخوله، ويقرب طعامه فلا يذكر الله عند طعامه، ويفرغ من الطعام فلا يذكر الله عند فراغه من الطعام، يأوي إلى النوم فينام كما تنام البهيمة بلا وضوء ولا ذكر لله عز وجل، ويستيقظ من نومه فلا يذكر الله عند استيقاظه، يصبح عليه الصباح فلا يذكر الله تعالى في أول النهار، ويمسي عليه النهار فلا يذكر الله تعالى في آخر النهار، ويأتي الليل فلا يذكر الله في أول الليل، وينتصف الليل فلا يذكر الله في نصفه ويأتي آخر الليل فلا يذكر الله في الأسحار. ثم بعد ذلك نقول كيف استحوذت علينا الشياطين، وكيف دخلت الشياطين إلى بيوتنا، وكيف أفسدت العلاقات بيننا وبين أزواجنا وبين أولادنا. بيوت لا يقرأ فيها القرآن، بيوت لا يذكر فيها اسم الله، بيوت يشتغل فيها أهلها باللهو والغناء وغير ذلك من أدوات اللهو المحرمة. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، ونوروا حياتكم بذكر الله، واشغلوا أوقاتكم بذلك. من كان يشكو من ضيق أو قساوة قلب أو عدم استقرار في الحياة أو عدم توفيق في العمل أو عدم انسجام في الحياة الزوجية فليكثر من ذكر الله. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تعالى وحده يحتحصل الطمأنينة في القلوب والسعادة في الحياة والتوفيق في القول والعمل والنجاح في الدنيا والآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس ذكرا لله عز وجل، فقد كان لا يغفل عن الله عز وجل ولا عن ذكره سبحانه وتعالى في ليله ونهاره. ومن هنا جاءت هذه الشريعة الحنيفية السمحاء بمشروعية الذكر في أحوال كثيرة من حياة المسلم، حتى أنها لم تدع حالا من أحوال المسلم إلا وشرعت له عندها الذكر. فجاءت الأدلة بمشروعية الذكر في الصباح، وبمشروعية الذكر في المساء، وبمشروعية الذكر بعد كل صلاة، وبمشروعية الذكر قبل الوضوء وبعد الوضوء، وبمشروعية الذكر عند دخول البيت وعند الخروج منه، وبمشروعية الذكر عند الإيواء إلى الفراش للنوم وعند الاستيقاظ، وبمشروعية الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وبمشروعية الذكر عند دخول محل الخلاء وعند الخروج منه، وبمشروعية الذكر في أحوال كثيرة من حياة المسلم. وما هذا إلا لأن الله عز وجل يريد أن يربطنا به جل وعلا،
ويريد أن يبين لنا أن سر السعادة والتوفيق والنجاح هو الاتصال بالله سبحانه، والمراقبة له، والعمل بطاعته، والابتعاد عن معصيته، والإكثار من ذكره جل وعلا. وفي هذا يا عباد الله حل لكثير من المشكلات التي نعاني منها، وما أكثر المشكلات في هذا الزمان، فهذا يشكو من عدم انسجامه مع المدير في العمل، وهذا يشكو مع عدم تقارب الأفكار بينه وبين زوجته، وهذا يشكو من وجود فجوة كبيرة بينه وبين أولاده، وهذا يشكو من ضيق يتكرر عليه في نفسه، وهذا يشكو من عدم حصول البركة في ماله ورزقه، وهذا يشكو من كذا، وهذا يشكو من كذا، وما أكثر الشكوى. ولكن ديننا الحنيف، دين الله الخالد، لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا بيّن لنا حكمها ودلنا على سبيل النجاة فيها. ومهما تصورنا أن بعدنا عن الله، أن بعدنا عن الله سيحقق لنا ما نريد، فإننا سنكتشف عاجلا أو آجلا أنه لا مفر من الله إلا إليه. ولذلك قال الله عز وجل: ففروا إلى الله. أحدنا إذا خاف من شيء فر منه، ولكن إذا خفت من الله ففر إليه ولا تفر منه. لا ملجأ من الله إلا إليه، فلنسارع باللجوء إلى الله وبطرق أبواب الله، وسندرك حينها بأننا كنا غافلين عن سر سعادتنا وعن أسباب فوزنا في هذه الحياة. ناهيكم عن أن الاتصال بالله هو سبب النجاة في الآخرة. فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ما بينكم وبين الله، وأكثروا من ذكر الله، واشغلوا أوقاتكم بطاعة الله، وانتبهوا من رقدة الغفلات قبل الوقوع في الهلكات، وسارعوا إلى الأوبة قبل انغلاق باب التوبة، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذا، وصلوا وسلموا على إمام الأنبياء والمرسلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واقطع دابر القوم الظالمين، واستأصل شافتهم أجمعين، واجعل بأسهم بينهم شديدا يا رب العالمين، واجعل الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء دينك، اللهم انصرهم وثبتهم وقوهم وسدد رميتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعله في حيرة من أمره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم نعمتك ورحمتك علينا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز بسلطاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشغلنا بذكرك عن كل ذكر، وبشكرك عن كل شكر، وبطاعتك عن كل طاعة، وبرجائك عن كل رجاء، وبخوفك عن كل خوف يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.